هذا واحد السيد عرض على صاحبه العشاء، قال لي جانا نعرض عليك العشاء وكذا، يلا باركي المرا بغات تحط ليه ما تحط ليه العشاء، ويقول لهم بلاتي نمشي نجيب لكم الديسير ونجي. مشى خلى الراجل مع مرتو، خلى هذاك الشيء، مشى جاب كيلو ديال البنان، رجع ويلقى داك صاحبه دالي المرأة دالي الدراري دالي الثلاجة، هو فرحان مع راسو. ويجي عنده الجيران قال لي انت صاحبك دايرك المرأة ودايرك الدراري وانت فرحان؟ قال لهم عاس وكتو عمرني كليت كيلو ديال البنان بوحدي. السلام عليكم. اولا كنرحبوا بالفنان الكوميدي ديالنا السي خالد الزبايل. السي خالد بغينا نتعرفوا على البدايات من ايام اوباما ديال المغرب والاستمراريه كيفاش كانت. مرحبا. هي دابا انت مشيتي ديريكت لاوباما. واحد هو كان زبيق قبل ما يولي اوباما، قبل ما ينجح في الانتخابات. شوف، هي البداية ديال خالد الزبايل ولا ديال أوباما بحال جميع البدايات تقريبا ديال أي فنان، من المسرح المدرسي، المسرح في دار الشباب، المهرجانات المحلية، من بعد جات البرنامج ديال الكوميديا، المسابقة ديال الكوميديا، من بعد تما فين خرجت أوباما صافي، هو داعى سيطوها اش خلاوها. واخا السي خالد، كيفاش كانت التحاقكم بالفرقه ديال سكيزوفرين؟ واش كان عن طريق الصدفه او لا كانت واحد التهيئات ليه باش كانت البدايات؟ هي شوف، هي كاين غير واحد لبس في السؤال، هو انه كتقول فرقه ديال سكيزوفرين، في الاصل الفرقه ماشي سكيزوفرين، فرقه حنا مع سكيزوفرين. هي الاصل كانت شركه سميتها بومبا كوميك، اللي كانت شحال هادي كدير الكوميدي برود، سميتها كوميدي برود، اللي شحال هادي كانت كتنظم حفلات وكتنظم عروض وكتنظم هذا، فقررت انها دير فرقه سميتها البومبا كوميك، وعيطات لرضوان، عيطات للزبايل، عيطات للملك اسماعيل، عيطات، كانوا بزاف ديال الفرق، بزاف ديال الدراري، انس المشاتي، رشيد البازو، طريق الشراف، كانوا بزاف ديال الدراري بما فيهم طه، بزاف فكرني. كانوا بزاف، كنا تقريبا واحد 24 واحد تقريبا. من بعد غادين وتن تصفى، وحتى بقات واحد الفرقه اللي معروفه دابا تقريبا عند الناس كامل. ولكن كاين كنلاحظوا شويه انه كاين واحد الغياب على هذه الفرقه هذه المتكونه منكم انتم بزاف ديال الفنانه، كنلاحظوا على انه كاين واحد الغياب على الساحه الفنيه، وكنلاحظوا كذلك على انه بحال خرجوا بعض الثنائيات بحال رضوان اسرموح والاخ الاخر، لو كيتعاطوا بعض السكتشات يعني ثنائيه. خلاص انت السي خالد الزبايل المده هذه ما شفناش الجديد ديالك، زعما شحال تقربنا الفكره، علاش بالضبط زعما هذا التغيير هذا؟ شوف، هي بحال شي شركه كنجمعوا فوزين كامل، ولكن راه ممكن دير مشروع ديالك بوحديتك بعيد على داك الوزين ولا على داك المصنع، فهذا هو اللي كان. فالام هي كانت الفرقه، واننا كنجمعوا كنديروا داكشي اللي كنتفقوا عليه كاملين، داكشي اللي كنبغيو نديروا كاملين، داك الرسائل اللي كنبغيو نوصلوا للناس، ولكن راه كتبقى مساحه ديالك شخصيه انك تقدر دير فيها اللي بغيتي، تقدر دير قناه ديالك في اليوتيوب، تقدر دير اي حاجه اخرى، ماشي بالضروره زعما انك تكون معنا صافي راك معنا، ما خاصكش تبان في شي منبر اخر. بالعكس، حنا ما عندناش الثقافه ديال الاحتكار، كانت بالنسبه لنا مزيان الانسان يكون كيصوب كارير ديالو بوحدو في واحد المنصه اخرى، يا يوتيوب يا انستغرام يا تيك توك يا اما اي حاجه اخرى، وكنبقى ثاني كنجمعوا في واحد القالب ديالنا، ديك الفرقه ديالنا اللي سميتها البومبا كوميك. هاد الفتره ديال هاد المده اللي كيجري فيها الداء ديال كورونا، واش ما كانش عنده تاثير على النقص من يعني من الجديد ديال الفنانه كامل بصفه عامه؟ طبيعه الحال كورونا تقريبا نقصات بزاف ديال الانتاجات الفنيه، لا في المغرب ولا حتى في دول اخرين.
سيرتو في المغرب. انا ندوي علينا حنا كفرقه مسرحيه، كفرقه مسرحيه انا شوف غير السميه ديالها اشنو هي، فرقه مسرحيه يعني محتاجين روح محتاجين مسرح باش نخدموا. ولحد الان حنا تنعرفوا دابا تقريبا راسانه كامله، العروض والمسارح كلهم مسدودين، التجمعات وداكشي، فما يمكنش لينا نعرضوا. فكيبقى الملاد الاخر هو القنوات ديال الانترنت او المنصات الاخرين ديال اليوتيوب، يا انستغرام يا فيسبوك يا. وهذا هو اللي كان، هذا هو اللي التوجه اللي مشينا فيه. مشينا في يوتيوب في رمضان، مشينا في بعد الحلقات كيلوحوهم في رمضان، ومتاع من غير رمضان صافي هادشي اللي كاين. سي خالد، كيفاش كتشوف الكوميديا بصفه عامه في المغرب؟ واش يعني كاين شي ركود ولا مازال كاينين تحركات؟ يعني نحاولوا نحيدوا هذه الفتره ديال كورونا ياك، وندوا على ان على الكوميديا في المغرب بصفه عامه، واش كاين هناك يعني كاين شي جديد يعني بها الجديد في الاداء اولا الكوميديا اللي معروف عليها في المغرب انها منحصره في السلسلات ياك ديال مثلا ديال شهر رمضان الى اخره. شنو وجهه النظر ديالك بالضبط على هذا؟ شوف الكوميديا في المغرب الى لاحظنا في واحد 10 سنين الاخرى ولا واحد 12 عام الاخرى تقريبا راه ماشي هي الكوميديا اللي كانت قبل، اولا بالعكس الا جينا نهضروا على الكوميديا اللي كانت غير في رمضان وكانت هادير، فراهي الا هضرنا على 15 عام كنا تنضحكوا غير في رمضان مع الخياري ومع فهيد ومع سعيد النصيري ومع الاستاذ الكبير محمد الجام، وهادو كاملين الاساتذه اللي كنفتخروا بانهم كاينين معنا في هذا، وعطاونا بزاف ديال الحوايج في الفن وفي الكوميديا في المغرب. ولكن لاحظنا جا واحد البرنامج وجاو بزاف ديال حتى منصه ديال اليوتيوب وديال هاد المنصات اللي كاينين، جابوا واحد الفكاهه جديده ديال الشباب ديال، ومابقاتش حكر على التلفازه اولا حكر في رمضان صافي. فالا دخلتي اليوتيوب غتلقى، وقت ما دخلتي اليوتيوب غتلقى سلسله ديال الضحك، غتلقى دراري جداد كيخرجوا ما كتعرفهمش. انا دابا لحد الان كنكونسومي بزاف ديال هذا، وكل نهار كيخرج وجه جديد كيعطينا فكاهه ديالو جديده، طريقه شغل ديالو جديده. فنتمنوا انه ما يبقاوش حكر عاوتاني غير على اليوتيوب وداك الشيء، فيدوزوا للمنصه الاخرى ديال التلفازه حتى هي ان شاء الله نشوفوهم في اعمال. وخاصه جديد الاحتراف في الكوميديا في البلاد ديالنا، واش بدون لغه خشب بطبيعه الحال، واش فيه شي فائده ماديه اللي كيتنفع منها الفنان ديالنا اولا كلشي كيتوكل على داك الدعم ديال الوزاره اولا شنو بالضبط؟ كيفاش كتعيشوا نتوما الفنانه؟ كيفاش كتعيشوا نتوما الفنانه الكوميديين؟ انا نهضر على الفكاهين ولا على الفنانه؟ الفكاهين بطبيعه الحال في نطاق الفكاهه دابا. دابا شوف بالنسبه للفكاهه، الفكاهي كنظن انه الى بقى حكر اولا محدود غير في انه يطلع الخشبه ويدير سكتش وينزل، فكنظن انه غيعيش ماشي ما غيعيش، لانه الفن في المغرب ماشي ما تيعيش، تيعيش وتيوكل ماشي غير الخبز كما تنقول، تيوكل التيبان والمسمن وكياكل كلشي. ولكن باش تعيش منه مزيان فما خصكش تبقى في هذيك الوظيفه ديال انك توجد سكتش وطلع ديرو فوق الخشبه وتنزل، واخا تكون ما عرفتش شنو كتقول. فقد ما طورتي راسك قد ما غيكون احسن. من ممثل خاصك تولي كاتب شويه، خاصك تدير انت تكتب افلام تمثل في الافلام، يعني تنفتح على مجالات واحده اخرين من غير انك تطلع الخشبه ودير سكتش اولا. فخاصك تدخل السينما، تدخل تمثيل، دير دراما، دير انتاج، لما لا اللي عنده احنا عندنا نقص في الانتاج، فلما لا يدير الانتاج، لان حتى الانتاج فيه ربح مادي حتى هو. يعني مني كتولي انا ديما تنقولها، مني كتوصل لدرجه انك تولي ليدر في العمل اللي كدير، فغتكون ناجح 100% في الفن، لان الفن محتاج لي ليدر. طبعا محتاج لي ليدر. سي خالد، واش كاين شي مشاريع في المستقبل القريب ان شاء الله في الدومين ديالكم نيت؟ ايه كاين فرقه ديال البومبا كوميك غادي ترجع طبعا كيف ما كانت في الاول ان شاء الله. غادي كنوجدوا عروض، كنتسناو غير ان شاء الله يتسلقوا لنا المسارح ويمشي هذا المرض هذا باذن الله، الوباء هذا يترفع علينا ان شاء الله، وغادي نبداو. كاين جديد جميل جدا
ان شاء الله غادي نكونوا اول وحدين اللي نهجموا على الخشبه، خاص غير يطلقوا ان شاء الله يحرشونا عليه ولا شي نصيحه السي خالد لهاد الفنانين الجداد ديال السوشيال ميديا باش نصحهم انت كفنان مثلا باش تقيتي طريق كلامهم، يعني بديتي غادي في طريق الاحتراف يعني شبه محترف زي باش من كبروش الموضوع. واخا شنو ممكن تنصحهم يعني حتى هادشي اللي كيديروا واش فيه نيت فعلا عنده شي مستقبل او بلا هي غير مجرد سحابه عابره فهمتيني كنتفرجوا فيها في واحد الوقيته وكتنسى عليها في الاخر. بالنسبه للدراري اللي جايين دابا وكيديروا الفكاهه وداك الشيء، انا يا النصيحه اللي نقدر نقول لهم هو يستمروا. اذا كان عندك هدف بصح بانك باغي تولي فكاهي، ف خليك في الهوايه ديالك، دير الهوايه ديالك مزجها مع القرايه، هذه شي حاجه اللي مفروغ منها القرايه مع الـ مع الـ مع الـ الهوايه كتعطينا فنان ما كاينش بحاله. زائد واحد الحاجه اخرى هو انه كاين واحد النوع ديال الشباب اللي كيدير هذا المجال ديال الفن او لا هذه غير من اجل انه باش يولي مشهور او لا باش يتعرف، فهادو هما للاسف اللي قلتي عليهم راه غير سحابه، غيوصل واحد النهار غيتسالى ليه داكشي اللي كتب او اللي كتبوا ليه الناس او اللي صوبوا ليه الناس وما غاديش يلقى راسو قاد يزيد يكمل. فالاحسن هو انه اللي بغى يمشي في هذا الدومين الموهبه اولا ثم عاد تقلها بالدراسه على هذاك الدومين، ان شاء الله غادي تكون استمراريه وغادي يكون نجاح باذن الله. سي خالد شي طريفه من الطرائف اللي وقعت لك في هذه المسيره الفنيه ديالك، مثلا شي طريفه اللي باقا مترسخه في العقل ديالك دازت عندك في هذا المشوار هذا؟ هي ماشي طريفه، هي غير طرات لي بوحدي مع راسي فهمتي. فانا لابس الدور ديال المراه وكنزيد فهمتي باش نبان داك الشيء ناو ناو فاش كنبدل في المسرح ديال محمد الخامس انا طالع الفوق في لي لوج ديال كنبدل، والمراه اللي خدامه كدير الميناج انا عاطيها بظهري ما عرفاتنيش واش، وكنبان مراه بصح فهمتي انا زيد مصاوب نيشا فهمتي، وهي تهضر معايا على انني مراه فهمتي، بقيت تنهضر معاها انا داير وتنهضر معاها بصوتي اي يا خويتي واش غدير احنا خدامين معاكم هنا، ودرت عندها من يعطيك الدل. واخا السي خالد الحديث معك كان شيق صراحه، الجلسه تستحق اكثر منها، لكن احنا كنحاولوا ما امكن كما تيقول لك كل ما هو خفيف وظريف الرسائل كتوصل للناس اللي المتتبعين ديالك، وانت تبارك الله راك شاق واحد الطريق، يعني نتمنوا لك النجاح اكثر واكثر انت والفرقه كامله بطبيعه الحال. شي كلمه اخيره للجمهور اللي كيتبعك؟ كلمة أخيرة للجمهور اللي تيعرفني، تنبغي نقول لهم تحية لكم كاملين، تنحماق عليكم كاملين، تحية للناس اللي كيعرفوا خالد زبايل من أيام كوميديا، من أيام جارية جاري، من بعد عاوتاني ولا عندي جمهور كبير عاوتاني في مع الفرقة المسرحية ديال البومبا كوميك، فكنبغي نقول لكم أحبكم حبا جما، وكنوعدكم بأنه كاين واحد جديد غادي يعجبكم إن شاء الله بواحد الشكل مغير على داكشي اللي شفتونا عليه قبل، غادي يتطور الاداء، غادي يتطور المواضيع، غادي يولي شي حاجه جديده ان شاء الله. فكنتمنوا تبقاو محبين لنا كيف ما والفناكم، وتحياتي لكم. وكنبغي نحيي جميع المناظر الاعلاميه بما فيهم المكتوبه والمسموعه وعلى راسهم جريده اصوات اللي كنبغي نحييهم على هذا المنبر الجميل ديالو، وكنتمنى لهم ان شاء الله يكون اجمل نافذه غادي يطلبوا بها الناس على شنو واقع في البلاد، على الاخبار، على هذو، تكون شي حاجه في متعلقه ان شاء الله. تحياتي لكم.